من هو نور الدين نيبت؟ هو أحد أشهر أعلام كرة القدم المغربية، ولمع قائدا للمنتخب المغربي سنوات عدة، كما كان للنيبت أثر بالغ في مسيرة الفرق التي لعب فيها سواء في الدوري الإسباني، البرتغالي أو الإنجليزي. عرف عن النيبت مسيرته الرياضية المشرفة، فقد كان مثالا حيا للصلابة الدفاعية والروح القيادية داخل الملعب، ومحافظته على مستواه الفني لسنوات طويلة حتى بعد أن تجاوز السن التي يمكن وصفه فيها بالمتقدم في السن بالنسبة للاعبي كرة القدم. ولد نور الدين نيبت في 10 من فبراير سنة 1970 في الدار البيضاء المغربية. نشأ النيبت في أسرة فقيرة تقطن حيا شعبيا، وقد ضمت عائلته 6 أشقاء، شقيقتان وأربع ذكور. اكتشف النيبت حبه للمستديرة من الأزقة، الأمر الذي ينطبق على معظم لاعبي كرة القدم المغاربة. فلم يكمل النيبت دراسته واتخذ قرارا مبكرا باحتراف اللعبة، فانضم إلى مدرسة الوداد التابعة للوداد البيضاوي وهو في سن 16. تدرج في المدرسة ليصبح مبكرا لاعبا رسميا في فريق الكبار ضمن جيل جديد من الشباب المغاربة، ترك أثرا لا ينسى في تاريخ اللعبة في المغرب. وأدى تألقه في وسط دفاع قلب الوداد إلى التحاقه بصفوف المنتخب الوطني المغربي ولم يتجاوز 20 بعد. وفي غضون 3 سنوات منذ انضمامه إلى المنتخب، بدأ النيبت تجربة احترافية قادته فيها نحو إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا. كان نجاح نور الدين النيبت ثلاثي المستويات، فهو المتألق في صفوف فريقه الوداد البيضاوي والنجم وقلب دفاع منتخب بلاده، ومن ثم دخل عالم الاحتراف مع الفرق الأوروبية الكبيرة. حقق مع فريقه الوداد الكأس سنة 1989، ثم لقب الدوري في 3 أعوام، ثم تألق فريقه بفوزه في دوري أبطال إفريقيا سنة 1992. مبارياته مع منتخب بلاده في مونديال 1994 هي التي قادته نحو عالم الاحتراف، فكان بداية مشواره الاحترافي مع نانت الفرنسي، ولعب معه موسم 1993، ثم انتقل بعدها بسنة إلى سبورتينغ لشبون البرتغالي، وبقي معه مدة سنتين توج خلالهما النادي بالكأس المحلية. بعدها انتقل إلى نادي لا كورونيا الإسباني، وفيه وقف النيبت مدافعا في وجه أفضل مهاجمي الدوري الإسباني، كما سجل عدة أهداف لفريقه. بعد هذا النادي الإسباني انتقل النيبت إلى نادي توتنهام هوتسبيرز الشهير في الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2004، وبقي معه موسمين إلى أن اعتزل الملاعب نهائيا سنة 2006. بالعودة إلى منتخب بلاده، لعب النيبت مع منتخب بلاده 115 مباراة، وشارك في نهائيات كأس العالم 1994 و1998، أولمبياد برشلونة 1992، نهائيات كأس الأمم الإفريقية 1992، 98، 2000، 2002، 2004 و2006. وجاء إبعاده عن مونديال 2006 بسبب خلافه مع مدرب المنتخب بادوزاكي. بعد الاعتزال عمل النيبت مستشارا في الاتحاد المغربي لكرة القدم، لكنه أبعد لاحقا. تزوج النيبت سنة 2004 من ابنة أحد الأثرياء المغاربة، وذلك إثر شائعات حول زواجه من المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أنكرها النيبت كليا. في سنة 2016 نشرت العارضة المغربية الأصل آمال صابر صورا جمعتها بالنيبت، وكانت قد زعمت سابقا على علاقة لها مع كريستيانو رونالدو. في استطلاع للرأي أجرته الجزيرة الرياضية سنة 2003، جاء النيبت في المرتبة الأولى كأفضل لاعب عربي. النيبت ملتزم بالدين الإسلامي ويحرص على صيام شهر رمضان حتى لو تزامن مع المواسم الكروية. كاد أن يصبح في سنة 1999 لاعبا لريال مدريد، لكن كبر سنه أعاق ذلك على حد قول النادي الإسباني. انتقل إلى توتنهام هوتسبيرز مقابل 600,000 يورو فقط. عرف عنه مزاجه الحاد، ويقال أن اعتزاله جاء نتيجة لاستبعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في مونديال 2006. أول لاعب مغربي يفوز ببطولة الدوري الإسباني مع ناديه بعد مواطنه العربي بن مبارك في سنوات الأربعينيات.